بداية من الصحراء ومن بين جبال رام والشمس الذهبية، رحلتنا اليوم باتجاه البحر الأحمر. أنا من العقبة يا عيوني من على شط العقبة بنقابل إنسان بيعشق مدينته ومهنته، علاء، شاب صيد رح ياخدنا معه في رحلة صيد بحرية ولمدة يوم كامل نتعرف من خلالها على سر مهنته وعلاقته الخاصة بالبحر الأحمر. اسمي علاء محمود ثالث، مهنتي صياد سمك، أبا عن جد صياد سمك، ومن العقبة، سكان العقبة وعقباوي. والله أنا جدي كان صياد سمك، بطل البحر علم أبويا، وأبويا زي ما نقول كيف تطور يعني في شغلة البحر، وهذا عنده نشاط وقف وعلمني أنا وظليتني أنا يعني في مهنة البحر. بصحى الصبح بدري وباجي على أقاربي أتفقده وبغسله عشان إيش أقصد يعني كيف، وبروح أجيب طعام وبظني رايح الصيد. إن شاء الله الله يرزقنا نجيب سمك الفرس الكبير، أفضل موسم للصيد في الشتاء سمك التونة. ما بتعرف يقول لي يعني في البلاد الثانية بتبرد عليه السمك، فهمت كيف؟ بيجي هون بدور ابنه. ونزيد الفرحة كمان وكمان. وجعلنا للبنيان ونزيد الفرحة كمان وكمان. البحر والله ما بقدر أصيده. في ناس عندها هواية صيد وفي ناس عندها هوايات كثير. احنا أفضل شغلة يعني احنا اخترناها هواية اللي هي الصيد. ما بقدر نصيب وراثة أب عن جد. كل يوم الصبح علاء بيحضر شباكه وسنارته بكل إخلاص وجدية، وبتبدأ رحلته باتجاه الميناء ليصيد الطعم الحي حتى يستعمله لصيد الكبير. بدي أنزل على الميناء العايم لأني دورت الطعم هون ما لقيته، تحت إن شاء الله بلقي. والله البحر كله حلو يعني، مرات يعني لما الله ما برزقك عادي بتحسها طبيعي شغله ما فيش فيها إيش، ولما الله برزقك الرزقة من الله. التونة، سمك الفرس، سمك السردين، سمك الفريدين بسموه، الكابوريا، وأزكى سمك في العالم كله سمك طعم سمك الأحمر، سمك البحر الأحمر. نستعمل شوار الشبك هذا، شوار بنجيب فيه طعم، بنستعمل الصنارة، بنستعمل شوار تحويط يعني نمسك يعني سمكة بتكون واقفة هون بنلف عليها وبنغطس عليها تضرب في الأشواك بالمية الغميقة يعني مش بالمية برا عشان المرجانية. عقباوي يا خال بحر أنا في البحر نود قوية في البحر الأحمر فوق المية. بمشي في اللانش وأنا بوقف على البوز وبصير أتطلع لما أشوف السمك بقول لهم خلاص محل ما جبنا تو كمان يعني مبين على وجه المية، بس بخليهم يوقفوا بنزل الشبك وبرجعوا عليه وفي الكشات نجيب منه كشات طبعا نزلها في البحر بنخوف الطعم فيها بخش على شوار، فهمتي؟ يعني واحد بسحب من هون وواحد من هون بخاف الطعم وين بخش على شوار بتطبق في الشوار احنا بنسحب هيك جبنا طعم. والصنارة والشبكة من العقبة أنا من العقبة. شبكة البحر الأحمر وتحت شمس العقبة علاء وأصحاب الصيادين وبزنودهم السمرة والنشيطة بيتعاونوا ليحضروا الطعم للصيد بالصنارة المنفردة. طبعا احنا هسه بدنا نصيد اسماك، نجيب حبتين او ثلاث حبات كبار حيين عشان السمك الكبير بياكلها، وهاي وظيفتها الحجره نحط عليها الطعم عشان تغطس على السريع. شايف كيف بتصير تهز في الخيط؟ بحسها زي همسه بصبع. بصبع. مرة أنا و يعني جماعة يعني ثلاث لنشات كنا جبنا 3 طن سردينة، 3 طن وطناها تحت 3 طن يعني بيع على كل واحد زي مبلغ 300 ليرة 400 ليرة. ليه؟
السمك يعني غالي سعره حلو وطعمه ذاك وكل برغب، وحق الكيلو 3.5 يعني لو تجيب واحدة هي جبت مصروفة. استغرب لما الحمد لله يعني هيك على رزق يعني هيك جبت مصروفة. طبعا الصياد لازم يكون عنده صبر ويتأنى بأي ساعة يعني بأي لحظة بأي دقيقة الله برزق، ولازم يضل صاحي فقد أغراضه وقاعد يعني صبر صبر لازم يكون يعني الصبر هذا يعني أهم شغلة أساسية. أحلى العقبة على الساحل يعني على بحر جيد ولهجتهم بتختلف، وأهل العقبة يعني مش زي البلاد الثانية بحبوا بعض بخافوا على بعض، يعني الطبخة إذا بطبخوها بتلف على يمكن حوالي 10 بيوم. بالنسبة للباسنا البزرة هاي هي اجتنا بس يعني خذوها يعني عيال البلد انه ايش ثوروا عن البلد او شيء لانها مريحة يعني باي وقت يعني بتحطها زي هيك وبتلفها وبتضلك ماشي. لا الواحد انولد في البلد هاي ووعي على البلد هاي وبضله في البلد هاي، يعني احنا لما نطلع عمان يوم والتاني بنكملش خلص بيزرق الواحد طلع من بيته. لا خلص سبحان الله اللي بيشرب ميتها الا يرجع وما حاجي يعني اطور مصلحتي يصير عندي يخت كبير بدل يعني ما اكون صياد سمك يصير يعني اشتغل مع الفنادق سياحه وما سياحه وعلى الجزيره يعني مناطق حلوه لانه بيجيبوا دخل كبير. عقباوي يا خال عقباوي.